وبركاته. اهلا وسهلا فيكم شباب بقناه سوار قمر. حلقتنا اليوم شباب راح تكون عن كلاش رويال. وبمقطع اليوم يا شباب راح نشوف حرب الاخوه او حرب الاصدقاء. هلا راح نشوف الماجيك ارشر ضد البرنسيس. فعلا راح تكون مبارزه خرافيه. الاثنين بيضرب اسهم، راح تشوفوا شغلات اول مره بتشوفوها. لكن قبل ما نبدا بالمقطع في شغله مهمه، وهي انه راح يكون بالمقطع في عنا رمز بطاقه جوجل بلاي بقيمه 10 دولار. هذا الرمز راح يطلع لمده ثانيتين بالمقطع، لهيك يا شباب شوفوا المقطع لنهايته. اول واحد راح يحصل على هذا الرمز يروح فورا ويدخله وراح يربح البطاقه. شوف المقطع لنهايته، لا تقرب ولا ثانيه لانه راح يطلع لمده ثانيتين فقط، لهيك ممكن يروح عليك الكرت. وان شاء الله تكون يعني اول واحد عم يشوف المقطع يربح هذا الكرت. وهلا خليكم مع المقطع. Yay.
With the bells.